بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم حسن مصطفى. النهارده هنتكلم زي ما اتفقنا عن الجينيركس والديكودابل. الديكودابل هي الطريقه النيتيف اللي موجوده في سويفت، ان انت بتماب الداتا اللي عندك اللي جايلك من الباك اند او الجيسون للموديل اللي موجود عندك. تمام، زي بالظبط الايه اللايبريز اللي هي سويفت جيسون واوبجكت مابر، بس دي النيتيف يعني. تمام، والجينيريكس طبعا موضوع كبير هنستخدمه النهارده ان احنا نسهل على نفسنا الفانكشن اللي بتجيب الداتا من الباك اند تبقى جينيريك الى حد ما، علشان ايه ما نكررهاش كتير. انا هنا مجهز بروجكت فاضي مفيش اي حاجه، بس عشان اوفر في الوقت اوريكم بس انا عملت ايه. تاب باور كنترولر، طبعا بينزل معاه 2 تابه. ماشي، بحط هنا تيبل وهنا تيبل فاضي. تمام، حطيت في اول سيل ليبل عادي خالص وعملت السيل دي كلاس. تمام، سميتها بوست وربطت الليبل مفيش فيه اي مشكله. تمام، وده فايل فاضي اسمه موديل. تمام، وده فايل فاضي اسمه اي بي اي سيرفيس، ده اللي هعمل فيه الفانكشن السيرفيس بتاعتي. وده الكنترولر فيه الاثنين ايه كنترولر بتوعي، مش اي حاجه، البروجكت لسه فاضي. تمام، المفروض انا هعمل ايه؟ انا هستخدم هنا free API اللي هي json placeholder. تمام، هجيب الداتا بتاعتي مثلا سواء بوستس او كومنت او ايه اللي انا اختارها من هنا، وليكن بوستس مثلا اللي هي بترجع الري. طيب ازاي نعمل القصه دي؟ طبعا الناس اللي بتستخدم سويفت جيسون او اوبجكت مابر بيروحوا يكريتوا موديل بالحاجه اللي هو عايزها، يعني مثلا عايز اي دي تايتل، مش عايز البادي او اليوزر اي دي ما بيكتبهمش وهكذا. الموضوع عندنا في ديكودابل او الكودابل مختلف شويه، انك لازم تعمل كل حاجه موجوده في الموديل بالظبط تيبيكال زي ما زي الباك زي الداتا اللي جايه من الباك اند. تيبيكال يعني مكتوب هنا اي دي، يبقى لازم اي دي، ما ينفعش تكتب مثلا ماي اي دي. تمام، تايتل ما ينفعش تكتب مثلا بوست تايتل، لازم يبقى تايتل زي ما هو كده بالظبط، لان هو بيماب بيشوف الداتا اللي راجعه من الباك اند عامله ازاي. تمام، ويقارنها بالموديل بتاعك، ولو لقاهم زي بعض بيحط دي في دي وخلاص. تمام، طيب نعمل ازاي القصه دي؟ اول حاجه بروح اكريت الموديل بتاعي. طبعا في موقع حلو جدا بيكريت لك الموديل بسهوله، بتاخد الداتا بتاعتك او الجيسون اللي جاي لك من بوستمان طبعا، وتروح على موقع اسمه ايه جيسون بليس هولدر، جيسون فور سويفت، سوري جيسون فور سويفت. تمام، كوماند ايه كوماند في دي الداتا بتاعتي، وبيجنريت لك الفايلات بتاعتك الموديل على حسب الطريقه اللي انت عايزها، كلاسيك كي فاليو الطريقه العاديه، او الاوبجكت مابر او الكودابل. تمام، فانا هجنريت على الكودابل، انا هستخدم كودابل. تمام، هجنريت لهنا الفايلات بتاعتي شو ان فايندر. تمام، اهو هنا كريت الفايل واحد هحطه عندي في البروجكت في الفولدر بتاع الموديل. طبعا لما بدراج ودروب فايل لازم تتاكد من تشيك اللي هو كوبي ايتم اوف نيدز والايه والتارجت فينيش. تمام، هعمل له رينيم، هسميه مثلا وليكن بوستس موديل. هسمي هنا هو بيكريت لك استراكت باسم الايه باسم الموقع كده جيسون فور سوفت بيز. تمام، طبعا هنا كريت للموديل بتاعي بسهوله اهو، يوزر نيم اي دي تايتل تيبيكال الايه الداتا اللي عندي اللي راجع من البوست مان. تمام،
ايه بقى قصه الكودين كيز والكلام ده؟ احنا عارفين ان كل فانكشن ليها حاجه اسمها نيمينج كونفنشن. احنا في سويفت بنكتب كامل كيس. يعني ايه كامل كيس؟ يعني اول حرف من الفاريبل بتاعي سمول، وبعد كده اول حرف من كل كلمه كابيتال. تمام. فلو الباك اند مثلا معمول بي اتش بي، بتلاقي مثلا ايه ممكن يبقى معمول كده يوزر اندر سكور اي دي، تمام، اللي هو سنيك كيس، او بلغه تانية ممكن يبقى كده. تمام. فهو عشان يمشي على النيمين كونفنشن بيحول الحاجات دي للايه، للكامل كيس. تمام. دي الكودين كيس، ممكن نبقى نتكلم عنها بعدين. كده الموديل بتاعها اتكريت بسهوله. تمام. ومتكريت اوبشنال ليه؟ علشان لو الداتا ما رجعتش ما يعملش كراش. تمام. وطبعا بيكريته لك استراكت، لان الاستراكت يفضل ان انت تستخدمه في الموديل. علشان ايه؟ له مميزات كتيره، ان هو value type مش reference type. تمام. فممكن نبقى نشرح القصة ايه الفرق بين ال value type و reference type بعدين. تمام. كده انا كريت الموديل، هروح في ال API service هكريت file وليكن هسميه post API service، هاخده copy كده عشان احتاج اسم ال class، كلاس مش محتاجه انهرت من اي حاجه. هستخدم هنا حاجه اسمها سنجل تون. سنجل تون للي ما يعرفش معناها ان انا علشان اكسس اي بروبرتي في الكلاس ده لازم اخد منه انستنس. تمام. او في اي كلاس. طيب عشان مش كل شويه اعمل انستنس من كلاس، فانا محتاج ان انا يبقى عندي انستنس واحده في الميموري، فبكريت حاجه اسمها سنجل تون. سنجل تون بيتكريت ازاي؟ ستاتيك ليت، وتكتب اي فاريبل وليكن انستنس يساوي اسم الكلاس، وتكتب الفانكشن بتاعتك وليكن جيت بوستس. تمام. تمام قشطه. طبعا انا هنا عملت انستول للايه، الالم فاير. هامبورت الالم فاير. طيب انا هجيب البوستات بتاعتي، طيب او اي حاجه هجيبها، وبعد ما اجيبها ايه اللي هيحصل؟ عايز انادي على الفانكشن دي في الكنترولر. تمام. طيب محتاج الداتا اللي ترجع من الباك اند تبقى موجوده عندي في حته عشان اعرف ايه استخدمها. فهستخدم هنا ايه، كلوجر. تمام. احط اليو ار ال الاول من نوع بارامتر سترينج، سوري، و كلوجر هسميه كومبليشن من نوع الكلوجر، بيكتب قوسين بيرجعه، قوسين او void لو انت مش عايز ترجع حاجه. تمام. واحط هنا الموديل بتاعي والايرور. طيب الموديل بتاعي اسمه ايه؟ بوستس موديل، صح كده؟ اه. ومحتاجه اوبشنال عشان لو ما رجعش. تمام. واحط الايرور اوبشنال برضو. تمام. بعد كده هعمل الم فاير دوت ريكوست، هستخدم اليو ار ال لان انا ما عنديش بارامتر اللي هو اليو ار ال. بعد كده دوت ريسبونس، هستخدم ريسبونس جيسون، هحط هنا ريسبونس او اي فاريبل. تمام. هسويتش على الريسبونس، result انا كاتب response غلط، سوري. عندي two cases، case dot success let val، و case تانية dot failure let error. ده ممكن يبقى ال internet connection error، فتهندل القصة دي. طبعا زي ما احنا عارفين ان كلوجر ما هو الا ايه، عباره عن فانكشن، واي فانكشن علشان تتنفذ لازم اناديها. فانا هنادي هنا على الفانكشن او الكلوجر، طبعا في ايرور يعني فيش داتا راجعه، فانا هرجع الداتا بنل، والايرور هو الايرور ده اللي راجع لي من الباك اند. تمام. طيب هنا بقى هنكتب ايه السطر اللي بيجيب الداتا، اللي هو الايه، الديكودابل. الديكودابل بيسموه وان لاين بارسنج لان هو سطر واحد بيجيب الداتا. طيب هنا محتاج
ان الكلوجر ده يبقى ات سكيبنج، لان في نوعين للكلوجر هو بيصلحها لك كده، تمام؟ سكيبنج ونان سكيبنج. السكيبنج اللي هو بيتاخر شويه على بال ما يجيب الداتا من الايه الباك اند، يعني بتستنى لما الفانكشن الرئيسيه تحصل وبعد كده هو يتنفذ. طيب السطر بقى اللي انا بكتبه بيتكتب ازاي؟ بشوف الداتا اللي عندي، وليكن let posts هتساوي json decoder dot decode كده، json decoder dot decode هكتبه الاول واشرحه. تمام، هيدكود ايه؟ decodable protocol. احنا عندنا الموديل هنا لما بيكريت وبيكونفورم بروتوكول اسمه ايه؟ كودابل. لازم يعني انت لو كريته مانوال بايدك لازم ايه تخليه كونفورم بروتوكول كودابل او دي كودابل كده، مش هتفرق يعني. تمام، بعدين يبقى هو ده الموديل بتاعي اللي هو بوست موديل دوت سيلف. من الداتا، الداتا دي فاريبل جاي منين؟ من الريسبونس. هقول let داتا equal response dot data. لو ملاحظ ان الداتا هنا ايه optional، فانا يعني افضل ان انا في الحاجات الاوبشنال اعمل لها guard عشان هي جايه من الباك اند، فلو ما جاتش ما يحصلش مشكله. else return يعني لو ما عرفتش تجيب الداتا ما تنفذش القصه دي. طيب واحط الداتا هنا، السطر ده معناه ايه بقى؟ معناه انك من الداتا اللي جاي من الباك اند حاول تعمل ديكود، يعني تفك الشفره بتاعت الداتا وتجيب منها اللي موجود في الموديل. علشان كده هو بيشوف الداتا، تمام، بيشوف الموديل الاول زي الداتا بالظبط تيبيكال بايه بينفذ القصه دي، مش زي السطر بيطلع لك ايرور. تمام، بس الميزه ان هو ما بيعملش كراش، هو بيجيب لك في الكونسول هنا ايرور، وهوريه لكم دلوقتي ازاي بيظهر لو غيرت في الداتا ميس ماتش تايب. طبعا لو بصينا على الايرور ده كده هلاقيه في حاجه اسمها ايه ثرو، يعني السطر ده بيثرو، واحنا خدنا قبل كده في اول ديمو عملناها ان ثرو بنتعامل معاها بطريقه واحده، ان انا احط قبلها تراي. تراي نفسها لها ثلاث طرق قلنا، يا اما تحط فرصه الراب، يا اوبشنال، يا افضل طريقه زي ما قلنا في اول ديمو ايه دو كاتش بلوك، عشان لو في ايرور تكاتش الايرور. ممكن اسميه جيسون ايرور. وهحط السطر ده هنا في الدو، والكاتش هبرنت الايرور، يا اما انادي على الكومبليشن برضو مفيش مشكله. تمام، بس خليني بس هبرنت الايرور عشان ايه، عايز اقول لكم حاجه. زي ما قلنا في اول ديمو انك في الديكودابل ما ينفعش، او ينفع بس مش صح قوي، انك تحط تبرنت الايرور دوت لوكاليز ديسكريبشن، لان الايرور كايرور بيبقى فيه ثلاث اجزاء تقريبا، دومين ويوزر انفو والديسكريبشن او البادي. تمام، فانت لو عملت دوت لوكاليز ديسكريبشن هيجيب لك البادي بس، انا عايز الايرور كله عشان لو في حصل مشكله في الباك اند، غير نوع من انواع الداتا، يعني لو جه غير مثلا في الموديل ده خلاه string بدل integer. تمام، لو انا عامل برنت للايرور هيجيب لي هنا ميس ماتش ايرور، وهيجيب لي الكي اللي اتغير بالظبط. لو انا عامل دوت لوكاليز لا مش هيعمل القصه دي. طبعا خلاص انا عندي كده الداتا، فهنادي الكومبليشن هاندلر بتاعي واحط فيها الداتا، وبصلها الداتا هي البوستس والايرور نيل. بس بالسهوله دي سطر واحد بيجيب الداتا من الباك اند يحطها لي في الموديل ودومته. طيب اروح استخدمها فين بقى؟ هستخدمها في البوستس مثلا، هناديها فين؟ المفروض تمام ده البوست يو ار ال اهو، انا عامل بوست يو ار ال وحاطط فيه اليو ار ال ده، وعامل اري من بوستس. طبعا ما كانش عندي الموديل فمخليه سترينج، فانا هعمل بار بوستس من نوع الايه الموديل اللي عندي. تمام، انا بقى هنادي على الفانكشن اللي بتجيب الداتا فين؟ في الفيو لود ولا في الفيو ولا بير؟ تمام، انت حر، بس يعني الافضل ان انت تناديها في الفيو ولا بير. ليه؟ لان الفيو لود دي حاجه بتحصل مره واحده في الميموري، بمعنى ان انت لو طلعت من الصفحه ورجعت تاني وحصل تغيير في الداتا مش هيرفرش، لان الايه الفيو لود بتحصل مره واحده بس. اللي بيرفرش الصفحه الفيو ولا بير، والفيو دي ده بير. ف
فانا هنادي على هنا، بنادي على الداتا ازاي بتاعتي بوست اي بي اي سيرفيس دوت انستانس دوت جيت داتا، هبصلها اليو ار ال بوست يو ار ال، والكومبليشن عندي اهو شايل الداتا اوبشنال وشايل الايرور. الداتا هسميها بوست والايرور ايرور. طبعا افضل حاجه لما يكون عندي حاجه اوبشنال جارد ليت او افلت، فانا اكتب لكم الطريقتين افلت ايرور ايكوال ايرور اللي هو ده غير ده، ده البارامتر ده ده بتاعي تمام. فانت لو بتتلخبط عايز تسميها مثلا ماي ايرور اي حاجه مفيش مشكله عشان اللخبطه، وبرنت الايرور تمام الماي ايرور بقى. else مفيش ايرور يبقى في داتا دي فهي اوبشنال برضو، فانا هجارد ليت بالطريقه الثانيه جارد ليت هسميها بوست المره دي ايكوال بوست else return. طيب لو جبت الداتا خلاص يبقى اقول سيلف عشان انا جوه كلوجر دوت بوست اللي هو الاري ده ايكوال بوست. طيب لو تلاحظ هنا ان الداتا هنا راجعه على هيئتي اري، فانا نسيت اعملها ان انا مش عايز الاوبجكت، لا انا عايز اري، فهحط بس ايه علامه الاري هنا والايه والبريسز بتاعت الاري هنا تمام. وبعد كده اريلود التيبل تمام. طبعا ده مش صح قوي ليه؟ لان الكلوجر يعني انا بجيب داتا من الباك اند تمام، فعشان اليو اي ما يحصلوش فريز تمام، فالصح ان انا انادي على الويب سيرفيس بتاعتي فين في الباك جراوند كيو، في عندي تو كيو المين كيو اللي بيحصل فيه اليو اي والحاجات بتاعت اليو اي والباك جراوند كيو. طيب ازاي اعمل القصه دي؟ ان انا انادي على الداتا بتاعتي في الباك جراوند كيو، باك جراوند كيو اسمه جلوبال بياخد حاجه هنا اسمها كواليتي اوف سيرفيس انم، ممكن اخليه يوزر انتر اكتف او باك جراوند، بعدين دوت اسينك ممكن نبقى نعمل ايه ديمو كامله عن الايه الكيو والفرق بينهم والقصه دي. المهم ان انا هنادي على الفانكشن اللي بتجيب الداتا فين في الباك جراوند تمام عشان اليو اي ما يحصلوش فريز، واخد دي كات كده واحطها هنا تمام. طبعا نيفر ايفر انك تستخدم اي حاجه خاصه باليو اي في الايه في الباك جراوند كيو. طيب انا هنا بريلود الداتا في التيبل، التيبل ده من اليو اي فما ينفعش ايه اعملها في الباك جراوند كيو، فلازم ارجع للمين كيو او الديسباتش كيو دوت مين دوت اسينك وارجع. طيب ايه اللي زي اليو اي تاني او ايه اللي من اليو اي؟ الاليرت، اللي الالرت ده كنترولر يو اي تمام. فانا هنا لو هاظهر الالرت فممكن اكتب كومنت كده الالرت ان مين كيو اللي هي الكلمه دي تمام. طب تعال نشوف الدنيا كده. وبعد كده هنا معترض ليه؟ لان البوستس وفي اندكس بوست ترو هاخد منها التايتل او البادي او اي حاجه وليكن التايتل مثلا. تعال ران كده تمام، جاب الداتا مظبوط تمام زي الفل. طيب تعالوا كده نجرب الميزه بقى بتاعت الديكودابل، ان انا لو بتاع الباك اند صغير اوقات بتاع الباك اند ايه بيرجعوا نال كتير تمام، فانت لما بتكريت الموديل ما بتبقاش عارف ده سترينج ولا انتجر ولا نوعه ايه بالظبط تمام. فيجي هو يملى الداتا بعد كده تفاجئ ان الداتا ايه مفيش داتا راجعه لصفحه بيضاء. ليه؟ لان هو غير الداتا، بس مش هيحصل كراش لان احنا قايلين ان الداتا دي اوبشنال ممكن ترجع ولا تمام. لو انا غيرت مثلا الاي دي ده من نوع انتجر لسترنج هيتغير هنا طبعا من انتجر لسترنج، جيت رنيت سوري المفروض هنا جيت عملت رن. تعالوا نشوف بقى الايرور هيظهر ازاي وهتعرف ان انت ايه الكي بالظبط اللي حصل فيه تغيير هتعرفه بالظبط.
ليه؟ لانك عامل برنت للايرور مش للايرور دوت لوكالايزد سترينج. اهو بص كده، صفحه بيضاء مفيش داتا وما حصلش كراش، تمام. وهنا بيقول لي ايه؟ ميس ماتش تايب. اول ما تلاقي تايب ميس ماتش دي اعرف ان حصل تغيير في من الباك اند، او انت كنت كاتب كي غلط. بيجيب لك هنا الكي بالظبط اللي اتغير. فين الكي؟ اهو الاي دي. بيقول لك ان الكي اللي اسمه اي دي، تمام، اكسبكتد سترينج. انت قايل له ان انا عايزه سترينج، بس هو لما راح يعمل يديكود الداتا لقى نمبر. يبقى انا عرفت ان ايه؟ ان الكي ده اتغير. فببساطه ايه؟ ارجعه انتجر زي ما كان. وهي دي يا جماعه الباور بتاعت الديكودابل، تمام. لغايه هنا الديكودابل تمام. طب الجينيريك، انا لو عندي بقى في البروجكت بتاعي طبعا 30 40 اي بي اي سيرفيس، فاروح اعمل ايه؟ عايز اجيب دول مثلا، فانا هروح اعمل لكل واحده فانكشن 2 3 4 5 6، تمام. عندي 30 40 فانكشن، هروح اكريت اي بي اي سيرفيس هنا جديده، تمام، او في فايل تاني، اعمل فايل تاني واكتب الفانكشن دي تاني وتالت ورابع و20. طيب ما انا كده بوست تايم عندي، يعني وقت كتير ضايع. طب ايه الحل؟ الحل ان انا استخدم حاجه اسمها جينيريك. طيب جينيريك سريعا، انا خليني هنا في نفس الكلاس عشان بس تشوف الفرق، ماشي، او ان انا اعمل كومنت للكلام ده، ماشي، خليني اعمل كومنت للكلام ده ونشوف هنستخدمه ازاي. طيب انا هاخدها كوبي في نفس الكلاس، هكتب الفانكشن، وبدل ما اقول جيت بوست او اسميها مثلا جيت داتا، ما انا جينيريك بقى هسميها حاجه جينيريك، تمام. وهنا هبصلها التايب بتاعي اللي هو الجينيريك، واقول ان هو ديكودابل، ماشي، لازم يبقى ديكودابل والا هيضرب ايرور، لان انا تمام. هنا بقى طبعا ايه؟ انا هرجع ليه؟ هرجع التي اللي هو التايب بتاعي ده، ماشي. فانا عايز التايب بتاعي مش معروف لغايه دلوقتي، تمام. انا بقول انا عندي تي تايب، تمام، ديكودابل، عايزه لما اجيب الداتا احطه في الكلوجر تايب، ماشي، واغير نوع هنا واخلي ايه؟ تي برضو. فكده انا عندي بقى تي اللي هي اختصار لتايب جينيريك، تمام. هي دي بغير فيها، بكتب كده تي ديكودابل، وبعد كده بديكود التي، ولما التي ترجع بحطها فين؟ في الكلوجر، تمام. باجي هنا وليكن في الفي كنترولر برضو ده، تمام، المفروض طبعا هيعترض. انا لسه ما اديتش الفانكشن اصلا. طيب خليها في الكومنتس، عايزين نعمل دي كده، كومنت، واجي تحتها هنادي على البوست اي باي سيرفيس دوت انستنس دوت جيت داتا، وهبصلها اليو ار ال اللي هو البوست يو ار ال سيلف عشان انا جوه كلوجر، تمام. هنا بقى لا بص كده، كان الاول بيقول لي انا عندي هنا البليس هولدر ده من نوع الموديل اللي انا بصيله عشان انا بصي الموديل هناك. هنا بيقول لي ان هنا حط اي حاجه ديكودابل، يعني اي كلاس عندك ديكودابل ممكن تبصيه هنا، وهو هيروح يباصي الكلاس الديكودابل ده مكان التي ويعمل الدنيا عليه. فكده الموضوع بقى عندي ايه؟ جنرال. طيب الايرور هيبقى ايرور، والديكودابل هقول مثلا انا عايز اجيب البوستات، فهحط لازم احط بارامتر من نوع الكلاس اللي انا هعمله وليكن بوست موديل،
وانا حاطه اوبشنال هيبقى اوبشنال. طيب كده هيروح يديكود لي ايه اوبجكت. لو انا عايز اري اقول ان هو اري بس كده. يعني انا بحط هنا اي كلاس بس يكون ديكودابل، ولازم احط قبله البارامتر كده، ولو عايزه اوبجكت اوبجكت، لو عايزه اري احط اري بس كده. واعمل نفس القصه بتاعتي، ممكن اخد دي كوبي اي هوب بس ان انا ما اكونش باظت الدنيا. ماشي، بقول افلت ايرور نفس القصه ايكوال ايرور بنت الايرور else ناخد دي الكوبي كده. تمام، عرفت تجيب البوستس من الايه بقى، من البوستس دي. تمام قشطه، خلي الاري بتاعنا ران كده ونشوف نفس الكود. يعني بس زي الفل. تعالى نحط كده مكان البوستس دي الموديل. تعالى نشوف الكومنتس هنا نفس الكود، لا موديل مختلف. طيب طب سريعا كده تعالى نكريت موديل كوماند ايه كوماند سي. كوماند ايه كوماند في وراح اجنريتهم عشان اوريكم بس ان هو هبصيل الموديل هيرجع الداتا على طول. برضو كريت لفايل واحد، هبصي هنا في الموديل و هسميه كومنتس موديل، اخد الاسم ده كده احطه مكان كلاس. برضو كريت لكل حاجة تمام والدنيا تمام. هروح اقول له بدل هنا بدل ما تجيب لي الكومنتس البوست خليها مثلا كومنتس، وخليها ايه كومنت كومنتس موديل. تمام، وطبعا هي ايه هياخد الكومنتس دي كده قشطه. واروح هنا مثلا اقول دوت ايه بادي، هات البادي بتاع الكومنتس اللي هو ده. تمام طبعا كده اوكي كومنتس طبعا. وطبعا سيلف دوت بوست هي من نوع ايه من نوع الموديل الاولاني، فانا بس هروح اغيره اسميه من نوع كومنت موديل ورن سوري. انا برضو ايه كان المفروض ان انا اغير هنا ال URL، انا بس مش عايز الفيديو يبقى طويل قوي عشان كده بحاول انجز. تمام اهو اول حاجه الكلمه الغريبه دي لورا ميلسون اهي نفس الكلمه. تمام يبقى كل اللي انا عملته تمام نفس الفانكشن بس غيرت
قلت بدل ما تجيب لي البروسس هات لي الكومنتس اللي هو الموديل، تمام، وخدت منها اللي انا عايزه، تمام. يبقى انت لو في فانكشن تانية هتنادي نفس الفانكشن وتبصلها بس الموديل، يبقى انت كده الدنيا ايه، وفرت عليك وقت كتير جدا. قشطه قشطه، لو في اي كومنت او تعليق يا ريت تقولوا لي وانا احاول اوضح الدنيا. مع السلامه.